حدثنا عن أداء هذه المنظومة ومساهمتها في نجاح كل الخطط لديكم. صحيح أخي كريم، تأتي حقيقة تجهيزات القطاعات الأمنية بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز مسعود بن نايف بن عبد العزيز حفظه الله، والتي حقيقة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والممكنات التقنية في مركز القيادة والسيطرة وكافة الخطط الأمنية التي تعنى بتفويض وإدارة الحشود سواء على الطوق الأمني المحيط بالعاصمة المقدسة وكذلك المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والمسجد الحرام. يدار الحج بالكامل حقيقة كمنظومة كاملة بالحج من مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، والذي حقيقة يمتاز بممكنات تقنية على أحدث التقنيات المستخدمة والتي تخدم في قراءة وتحليل البيانات وتسهل على صاحب الصلاحية اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب وبالقدر المناسب. تم حقيقة في هذا العام لا سيما ومع عودة الحج إلى الوضع الطبيعي بالأرقام المليونية تفعيل ممكنات للذكاء الاصطناعي تتمثل في خوارزميات تستخدم لأول مرة على مستوى العالم في تنظيم الحشود، والتي تساهم حقيقة في دعم قواعد البيانات لقراءتها بقراءة البيانات وتحليلها كذلك من قبل مركز القيادة والسيطرة، والذي يضم حقيقة قدرات أمنية وكوادر مؤهلة ومدربة بشؤون التدريب بالأمن العام، لا سيما أيضا تم تأهيل العديد من المنسوبين والمنسوبات للمشاركة في حج هذا العام. نتمنى بمشيئة الله أن نوفق في أداء المهمة الأمنية على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الشركاء في وزارة الحج والعمرة وكذلك وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وفق تطلعات القيادة الرشيدة الممثلة بحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظه الله. جميل جدا. طيب حدثنا عن مهامكم، خصوصا اليوم هو يوم التروية وخطط التفويج لهذا اليوم والسددات أيضا ليوم عرفة. بفضل الله توافد الطلائع الحجيج حقيقة إلى مشعر منى من مقراتهم في مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة والتفرغ للعبادة وأداء الفروض، ويأتي ذلك حقيقة بمواءمة الخطط التنفيذية على أرض الميدان بالتنسيق مع الشركاء المعنيين بوزارة الحج والعمرة وأيضا الجهات الحكومية والخدمية. تم حقيقة تفويج الحجاج عبر جميع الطرق والمحاور المؤدية لمشعر منى لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا من الطريق الدائري الرابع عبر جسر الملك فيصل والمعيصن، وكذلك لحجاج جنوب شرق آسيا من طريق الملك خالد وطريق الملك فهد وطريق الملك فهد من جهة العزيزية، وأيضا لحجاج إيران من طريق الملك خالد والعزيزية، ولحجاج الدول العربية كذلك من دقم الوبر المتفرع من الدائري الثالث، ولحجاج الداخل من الطرق الدائري الرابع والثالث وطرق الملك عبدالله والملك فهد من أنفاق المعيصن والششة. ويتم حقيقة متابعة تفويج الحجاج وتهيئة الطرق لهم بالكامل لضمان استيابية الحركة للحافلات حتى وصولهم إلى مخيماتهم والاستقرار بها لقضاء يوم التروية والتفرغ للعبادة والمبيت من مشيئة الله استعدادا لخطط التصعيد إلى مشعر عرفات بسلام آمن. جميل جدا. إذن مشاهدينا كان معنا المتحدث الرسمي باسم قوات أمن الحج الرائد خالد الكريديز، شكرا لك.